معكم هدى عثمان لتقديم تقرير NYFP اليومي من بورصة نيويورك. اليوم نجد أن الأسواق هنا تنهي الجلسة على تباين مؤشر داو جونز الصناعي يشهد بعض التراجعات، مؤشر الناسداك يرتفع ارتفاعا كبيرا بأكثر من 0.7%، مؤشر S&P يرتفع بسيطا لم يتغير كثيرا ب 0.05%. التركيز اليوم كان على دفعة من بيانات ونتائج أرباح الشركات الكبرى، كان هناك تباين بهذه النتائج، ولذلك ما يفسر التباين بالمؤشرات الرئيسية هنا اليوم. نبدأ بقطاع التكنولوجيا. شركة Advanced Micro Devices أو AMD أعلنت عن بيانات أرباح جيدة جدا أدت إلى ارتفاع سهم هذه الشركة وبـ 19%. سانديسك أعلنت أيضا عن بيانات أرباح قوية وأدى ذلك لارتفاع السهم وبـ 11%. وشركة مايكروسوفت أيضا بياناتها كانت أفضل من المتوقع، أدى ذلك إلى ارتفاعات بقطاع التكنولوجيا وبمؤشر الناسداك بشكل خاص. بينما بالنسبة للداو جونز نجد أن الداو جونز كان يشهد بعض الضغط، وذلك بسبب نتائج شركة كاتربيلر والتي جاءت دون التوقعات، أدى ذلك لتراجع السهم ب 6%، وكان اليوم أسوأ أسهم مؤشر داو جونز الصناعي أداء. بالنسبة للشركات الأخرى التي أعلنت عن بياناتها اليوم، جنرال إلكتريك أعلنت عن بيانات أرباح جيدة، ارتفاع ب 21% بالأرباح خلال الربع الثاني من العام. ماكدونالدز أعلن أيضا عن بيانات أرباح تعدت التوقعات. بالنسبة للعملات، اليورو كان منخفضا أمام الدولار الأمريكي. سعر النفط استمر في الارتفاع اليوم، ارتفع اليوم ب 0.8% وأنهى الجلسة عند $99.87 للبرميل.